ولمزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة اللواء، بعد التحية، أسدل الستار على الدورة الثانية من إيدكس، فما هي قراءتك للتطور الذي شهدته هذه الدورة، وما هي المجالات الجديدة التي يجب التركيز عليها في الدورة القادمة؟ أهلا بك أستاذ جورج، وأهلا بالسادة المشاهدين. أنا بقول أن يعني معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021 بيعطي رسالة بأن مصر كدولة بتبحث عن التميز وتبحث عن الريادة في كل ما تقوم به في المجالات العسكرية بل وأيضا المجالات المدنية. والقاسم المشترك ما بين المجالات المدنية والمجالات العسكرية، المجالات المدنية التي كانت ممثلة في افتتاح طريق الكباش ووضع الأقصر كأول مدينة أثرية على مستوى العالم، وفي المجال العسكري اللي هو هذا المعرض الذي نحن بصدده الآن، إن مصر بها وتريد الطاقات الإيجابية وإلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل يعني تعزيز قدراتها العسكرية، وفي أيضا عملية تبادل الخبرات وتبادل الرؤى والأفكار مع الدول التي اشتركت في هذا المعرض. الرسالة الثانية أن هذا المعرض كان نتاج للنسخة الأولى ونجاحها، وأن مما أدى إلى زيادة الشركات التي قامت بالعرض، 400 شركة من 42 دولة ووفود رسمية بتمثل وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووزراء الإنتاج الحربي، جاءوا من الاطلاع على مجموعة من 42 دولة جم في مكان واحد وهو معرض إيدكس 2021. الرسالة الثالثة هي للشباب، لتوعية الشباب بمدى الجهود التي تبذلها مصر في كل المجالات، وأن الشباب اللي هم نصف الحاضر وكل المستقبل كانوا حاضرين بوضوح في هذا المعرض من خلال مهتمين بالصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن خلال ضباط القوات المسلحة وطلاب الكليات والمعاهد العسكرية كانوا بكثافة عشان الاطلاع على أحدث منظومات التسليح في هذا المعرض. الجديد في هذا المعرض لو سمحت لي يا أستاذ جورج، تفضل. نحن نقول أن كانت هناك أسلحة حديثة، هناك الطائرات بدون طيار زي الطائرة نوت، ونود هو إله السماء عند يعني الفراع عند المصريين القدماء. سيادتك بتتكلم عن المنتجات التي عرضها الجناح المصري في معرض إيدكس. تمام يا فندم. وأيضا في يعني منظومات تسليح في الجناح المصري خاصة ب يعني كيفية مجابهة الطائرات بدون طيار المعادية من خلال وسائل الحرب الإلكترونية، وما بين الأعمال الإيجابية أيضا بيدينا رسالة بأن مصر بتمتلك القدرة في التصنيع الحربي من خلال الصلب المدرع الذي قامت به وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي من المدرعة سينا 200 اللي هي مدرعة بالكامل من خلال الصلب المدرع، والتي تستطيع الحماية والوقاية للطاقم بداخلها من العبوات المتفجرة. وأيضا إدارة النيران بطريقة آلية من داخل المركبة، علشان كده بنقول أن هناك تكامل ما بين المؤسسات التي تعمل المصرية التي تعمل في مجال التصنيع الحربي من قبل وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبطاريات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللي لأول مرة الشركة الهندسية التابعة له تقوم بتصميم يعني قميص للوقاية للجنود من الأسلحة النارية، كل ذلك بيصب في صالح الأمن، بل وهناك منتجات مدنية لصالح تحقيق التنمية المستدامة الممثلة في سيادة اللواء. هاخد من كلام سيادتك وأسأل، كيف يخدم معرض إيدكس وضع مصر على خارطة الصناعات الدفاعية والتعاون مع الجيوش الإقليمية خاصة الإفريقية في تقديم نفسها كمركز لتصدير منتجات الدفاع ومكافحة الإرهاب؟
هو ده سبب رئيس في أن تكون عدد الدول التي اشتركت في هذا المعرض 42 دولة، لأنهم يعلموا أن مصر هي بوابة أفريقيا، ومصر دائما مع يعني في تحقيق الأمن وفي دوائر الأمن العربي والأمن الإفريقي بتكون سوقا كبيرة لتلك الدول. وبالتالي عندما تجتمع مراكز البحوث الفنية في هذا المعرض بالإضافة إلى تلك الشركات التي تقوم بالإنتاج، ده بيكون فرصة ومعرض للتسويق إلى الدول الخارجية. جزيل الشكر سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كنت معنا عبر الهاتف.